صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم خمسه لسنه 2024 باصدار الاطار العام لمراجعه اداء مؤسسات التعليم والتدريب المهني وذلك بناء على عرض رئيس مجلس اداره هيئه جوده التعليم والتدريب وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه المادة الأولى يعمل بالإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب المهني في وحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني التابعة لهيئة جودة التعليم والتدريب المرفق لهذا القرار. المادة الثانية يلغى الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب المهني الصادر بالقرار رقم 38 لسنة 2018.